سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين ومتابعي قناتي الأوفياء. سأوافيكم أحبائي في هذا اليوم بعودة ترددات قوية على القمر الصناعي أناليسات، عودة ترددين. سأقدم لكم قنوات عادت إلى العمل من جديد. إذن أحبائي، قبل ذلك صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. كما وعدتكم أحبائي أني سأوافيكم بكل ما هو جديد، وجديدنا اليوم هو عودة القنوات للعمل من جديد. إذا أحبائي، من القائمة الرئيسية من نختار التركيب قائمة تي بي، نضغط على زر إضافة التردد لنضيف التردد 10873، معدل ترميز 27500. إذا هذا التردد كان قد للعمل، قنواته كانت معطلة ثم عادت للعمل من جديد. إذا أحبائي، تقريبا 40 قناة على هذا التردد، قناة أبل أفلام، أبل يوم، أبل دراما، أبل سينما، أبل مسلسلات، الساعة دراما، ساعة كلاسيك، ساعة سينما، ساعة اليوم، بوكس موفيز، راديو اليوم، بانوراما اليوم، وكثيرا من القنوات التي عادت للعمل من جديد. أهلا لكم أحبائي المشاهدين، تابعوني لأني سأوافيكم بالجديد في الفيديوهات القادمة وبكل مصداقية. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.